شو عم تعمل عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة مكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتو ما استلمتوا شي؟ لا. لو استلمنا شي في عنا اكل ما كنا اجينا لهون لنقي خبز وناكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنا الا الحجر ما عملت هدنا. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلم معي خبز. باكل الحكه مع الشربة من عندنا. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شربة المي، على شربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فترة على شئنا سنتهي. اهلكم موجودين؟ عندي ابي بس امي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وابي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته انه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معه شيء يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على اوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما عدتم ما بتاكل، بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشة. امي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر اسا. صبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا. يعني انتو معانا حدا معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي، ما بلا كله طلع تركنا، شو مين ضل معنا؟ كنا عائلة الخطيب رحنا ما اكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم الا الله يهنيه.